السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب إبراهيم عطية الحربي. راح أشرح سؤال 21 من شابتر 15. السؤال يقول What is the impedance in rectangular form؟ قطعنا R L circuit parallel، ال L 800 ميكرو هنري، وال R 12 أوم، والفريكونسي 2 كيلو هرتز. أول شيء نوجد ال X L فتساوي 2 باي ضرب الفريكونسي ضرب ال L. نعوض تعويض مباشر، 2 باي ضرب 2 ضرب 10 أس 3 ضرب 800 ضرب 10 سالب 6 لأنها ميكرو، هتساوي 10.05 أوم. بعدين نوجد الامبيدنس ريكتانجلر فورم زي ما طلب في السؤال، فنقول الزد لأنهم بارلل، فنقول الزد 1 على 1 على R زائد 1 على جي اكس ال، نعوض 1 على 1 على 12 قيمة ال R زائد 1 على 10.05 جي قيمة ال اكس ال، هتطلع معانا ب 4.95 زائد 5.91 جي. شوف كذا بالحاسبة، هذه قيمة الامبيدنس الريكتانجلر فورم.